لسه عند رأيك القديم بأن الدراما التركية دي مجرد أن هي حشو أو ملو فراغ علشان الدراما السورية تراجعت شوية؟ وين شفتي هذا التصريح؟ كان في حوار ليكي في مجلة سيدتي. عمري ما حكيت. شوفي إذا بتتابعي كل لقاءاتي اللي من سألت عنها على الدراما التركية عمري ما قلت هذا الكلام نهائي، رأيي عكس تماماً. أنا قلت ودائماً لما بنسأل هذا السؤال بقول أي شيء جميل بده يلفت نظر بغض النظر عن موضوع الجنسية. أكيد العمل التركي فيه شيء جميل حتى الناس حبوه. اللهجة السورية كانت سفير وكانت جزء أساسي بنجاح الدراما التركية. صحيح. بس لا شك أنه فيها شيء حلو وإلا الناس ما كانت حبتها. وكمان تعقيب على الكلام أنه يعني هي موضة يمكن طلعت بفترة بس فعلا نجحت نجاح كتير كبير. هلأ بتوقع الموضوع خف كتير ما بقى مثل قبل.